الحسكة، سجن الدواعش الأكبر. مدينة الحسكة تقع شمال شرقي سوريا، خاضعة لإدارة قوات سوريا الديمقراطية قسد، تضم وحدها 7 سجون، تحتجز خلف أسوارها 12,000 سجين داعشي من 70 جنسية، أغلبهم سوريون وعراقيون. أبرز السجون 7 سجن غويران، يعد سجن المدينة المركزي، يقع في الجهة الجنوبية لحي غويران، هو السجن الأكبر ويحتجز 5,000 داعشي. سجن الصناعة، ثاني أكبر السجون التي تضم عناصر التنظيم الإرهابي، يحتجز نحو 1,000 سجين داعشي.